وينضم لنا عبر الهاتف من العاصمة الإسبانية مدريد الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي. أستاذ عدنان، مساء الخير، أهلا بك معنا. ما تفاصيل ما جرى في برشلونة اليوم عن الشرطة وما قامت به أيضا مع من ذهبوا للتصويت من أجل استفتاء، وأيضا آخر تطورات استفتاء انفصال كاتالونيا؟ يعني كما كان متوقعا من الصباح، تصاعد التوتر بين الطرفين، بين القوميين الكاتالان مما يدعونا للاستفتاء وانفصال اقليم كاتالونيا على الدولة الإسبانية من جهة، وقوى الامن من رجال الشرطة ورجال الحرس المدني من جهة اخرى. يقال بان عدد الجرحى، طبعا جرحى بسيطة وطفيفة ومتوسطة، من تلقوا العلاج في العيادات الطبية والمستشفيات يزيد عن 450 شخصا واكثر من 15 شرطيا. يعني الامور يبدو انها تسير في التصاعد وتوتر مستمر واكثر مما كان عليه. طيب استاذ عدنان، رغبه الشارع ما هي؟ هل نحو الانفصال ام العكس ام هناك انقسام؟ يعني ماذا بالتحديد؟ لا، هو يعني اذا تحدثنا عن اقليم كاتالونيا في داخل الاقليم الذي يبلغ تعداد سكانه حوالي 88 نسمه. نعم. يعني لعل ان حوالي مناصفه او من يؤيدون الاستقلال اكثر بقليل، ولكن بقيه الاراضي او الاراضي الاسبانيه لا تؤيد الاستقلال بشكل كبير. يعني الغالبيه من الاسبان يرفضون هذا، يرفضون انفصال اقليم كاتالونيا عن دولتهم المركزيه اسبانيا. طبعا الحكومه طبعا ترفض وتعتبر بان هذا الاستفتاء غير قانوني ولا يستند الى اي تشريع او قانون اسباني، لهذا فتقول بانها هي تسترد لالغائها هذا القانون والنتائج التي ستظهر عنه الى القوانين والدستور الاسباني. طيب في حال نجاح الانفصال، ما تاثير ذلك على الطرفين؟ فاي من القطاعات بالتحديد سيكون التاثير اكبر؟ او يعني في بدايه الامر الاسابيع القادمه سيكون توتر كبير وسيعكس نفسه سلبا طبعا على حركه الاقتصاد، على ممكن على سمعه اسبانيا، على صيتها، على سمعه اقليم برشلونه، اقليم كاتالونيا الذي عاصمته برشلونه كما تعلمون. يعني ممكن ان يؤثر بشكل خاص على السياحه. يعني في البدايه ممكن ان يكون له اثار سلبيه فعلا، ولكن بعد سنوات ممكن ان يعيد اصلاح الامر. لكن هذا سابق الاوان، وان نتحدث عن الاستقلال ورغم ان الفرق بين الطرفين يبتعد كثيرا والمواقف بين الطرفين متباعده، اي الحكومه المركزيه بمدريد هنا والحكومه المحليه في اقليم كاتالونيا متباعدين جدا والتصريحات تدل على ذلك. نعم. لاننا سنترك الامور لعلها تبرد قليلا ويلتقيان ويتحدثان. شكرا لك على هذه المداخله سيد عدنان الايوبي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من اسبانيا من مدريد تحديدا، شكرا جزيلا لك.